بعد أن وصل إلى مقر اتحاد كرة القدم، حاول المدرب السلوفيني كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في بغداد التعريف بمهمته للصحفيين الحاضرين، مؤكدا أنه ليس مسؤولا عن نتائج كأس آسيا مطلع العام المقبل في الإمارات، نظرا للمدة القصيرة الفاصلة عن البطولة وحاجته للوقت لمعرفة واكتشاف اللاعبين المؤهلين لارتداء الفانيلة الوطنية، مشيرا أنه سيبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق النتائج المرجوة. كاتانيتش سيساعده مدربان من سلوفينيا ومدرب ثالث من صربيا، تعهدوا جميعا بالبقاء في العراق والعمل فيه لأجل إنجاز المهمة الموكلة لهم. لدينا وقت قليل للاستعداد لكأس آسيا وسنحاول أن نكون الأفضل. أتوقع أن تواجهنا صعوبات عديدة، لكن هدفنا الأساس هو كأس العالم 2022. سنبذل كل الجهود الممكنة لأجل النجاح، ونحتاج دعمكم ودعم الجمهور. رئيس اتحاد كرة القدم عبد الخالق مسعود وقع رسميا مع المدرب كاتانيتش عقده لتدريب المنتخب الوطني لثلاث سنوات تنتهي بنهاية مونديال 2022، مقابل مليون ومئتي ألف دولار لجميع الفريق التدريبي، متمنيا أن ينجح في نيل ثقة الشارع الرياضي، ومؤكدا أنه سيصار إلى تسمية مساعدين عراقيين اثنين أو ثلاثة خلال الساعات المقبلة لمساعدة المدرب الجديد. مدرب كبير وعمل في دول الخليج وأيضا في سلوفينيا وفي صربيا، ولكن إذا ماكو تعاون من اتحاد كرة القدم ومن عندكم ما ممكن أن ينجح في عمله. الصحفيون خرجوا بانطباعات مختلفة عن المؤتمر الصحفي الذي استغرق ساعة كاملة، قائلين أنهم ينتظرون عملا مثمرا من المدرب الجديد على صعيد اختيارات اللاعبين والأسلوب الذي سيطبقه في إدارة المباريات والبرنامج الذي سيعتمده لإعداد الفريق. المدرب لم يمنح الجمهور والمتابعين وعودا بتحقيق نتائج متميزه في امم اسيا او حتى الوصول الى نهائيات كاس العالم، وايضا تحدث عن ان المدرب اللياقه البدنيه وهو ابنه لا يمتلك خبره، واعتقد ان هذا الموضوع اثار جدلا كبيرا في المؤتمر الصحفي. حتى الان احنا يعني ما عرفنا شنو الاهداف اللي يرموا من خلال الاتحاد العراقي، وكذلك هناك ثغره بالعقد من خلال وجود ابن المدرب اللي ما يملك اي خبره في تدريب المنتخبات والانديه الرياضيه في موضوع اللياقه البدنيه. إضافة إلى موعد شيء المدرب لم يعد الجمهور العراقي بتحقيق أي نتيجة، وإنما وضعها كل هذه الأمور للمستقبل بلا وعود. هكذا تحدث المدرب الجديد للمنتخب الوطني كاتانيتش، رافضا التعهد بأي نتيجة خلال كأس آسيا في الإمارات أو المرحلة المقبلة من عمله، الذي قال اتحاد الكرة أنه سيمتد إلى ثلاث سنوات. عدنان لفتة، الحرة، بغداد.